كوراج بور ليكزامان تاع دو ام اس ان شاء الله. وحنا في اطار الحكومه رانا نكملوا نخدموا في اطار هذا الملف، وان شاء الله راكم سمعتوا باللي رئيس المجلس قال، مجلس الامه قال باللي لازم يكون في حوار، وهذه كانت من الديريكتيف الاولى تاع فخامه رئيس الجمهوريه، يعني سلسله حوارات بعد الامتحان. لا هذا ما يهمكمش انتوما، هذا احنا اللي نتفاهموا معاهم. قولوا لهم بون كوراج، هذه اللي لازم، وان شاء الله يكون تهديد بمواصله راه بداوا البارح ان شاء الله، خليهم يخدموا.